مطامع السعودية وحلفاؤها كانت ولا تزال مستمرة في محافظة مأرب بسبب موقعها وثرواتها الطبيعية. في المقابل تصر قبائل المحافظة على مواجهة هذا العدوان الكوني حتى النصر. على مدى التاريخ كانت ولا تزال القبيلة اليملية رقما مهما في محاربة الغزاة والمعتدين، ونظرا لأن محافظة مأرب كانت أحد أكبر مطامع السعودية بسبب موقعها وثروتها، فقد لعبت أدوارا بطولية ومشرفة في محاربة أي غازي، بل أن دورها اليوم في مواجهة من يحاولون غزو أرضنا شاهد للعيان ويعرفه الجميع، ليس في الداخل اليمني فحسب بل والمتابع العربي والدولي. هذه التضحيات والبطولات لأبناء وقبائل مأرب أفردت لها صحيفة الأخبار اللبنانية صفحة كاملة في عددها الصادر أمس بعنوان قبائل مأرب مواجهة الغزو حتى النهاية. ومن أهم ما جاء فيه: قدمت القبائل عشرات الشهداء والجرحى منذ بدء الحرب فيما تراه نضالا للدفاع عن اليمن وعن خياره السيادي الذي تعمل السعودية وحلفاؤها على تجريده منه، وأصبحت الشهادة قاسما مشتركا بين قبائل مأرب، حيث تنتشر صور الشهداء في جميع الدواوين والشوارع العامة والسيارات كمثال على فخر القبائل بشهدائها، ويكاد المرء لا يجد مكانا خاليا من صورة شهيد قضى في مواجهة قوات التحالف أو المسلحين المؤيدين لها. تضحيات القبائل لا تقتصر على تقديم شهيد أو شهيدين، فبعض الأسر قدمت 5 شهداء من أسرة واحدة. ولعل من أكثر القصص المؤثرة في مأرب هي استشهاد شقيقين ولدا توأما واستشهدا في ساعة واحدة ومن أبناء قبيلة جهم، كبرى قبائل محافظة مأرب. واختتمت الصحيفة الموضوع بالحديث عن حب اليمنيين لتقديم أرواحهم رخيصة للوطن بالقول: أما قصص الجرحى فتختزل من جهتها إصرار أبناء المحافظة على هزيمة العدوان وطرد قوات التحالف من مناطق مأرب، حيث يتأمل جرح المعارك هناك من الشفاء للالتحاق مجددا برفاق السلاح على جبهة القتال. محمد صالح أحد هؤلاء، فعلى الرغم من إصابته البالغة التي أعاقت حركته يتمنى أن يتماثل للشفاء ليعود إلى مساندة رفاقه.